السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأسلم عليكم وأحمد الله كثيرا على نعمة العافية، لها الحمد لها شكر. مشكلتي كنت أعاني من انزلاق في العمود على مستوى الرابعة والخامسة، فتطورت منذ 5 سنوات حتى عجزت أن أستطيع الصعود أو القيام أو الجلوس إلا بمساعدة أحدهما، واحد من يميني واحد عن شمالي. فالحمد لله قدمت على مستشفى من يبال جرجاون على يد الدكتور البارع دكتور نيشانت، الحمد لله وشكر الله. فقد تم قدومي بدعوة من لدى المستشفى من يبال جرجاون، وقدمت إليهم وقاموا بالواجب بخدمات متكاملة من وإلاك كادر ممتاز جدا جدا، وقد أجروا لي العملية بدون تدخل مسامير أو صفائح، قاموا بعملية تنظيف، والحمد لله وشكر لله. قد كنت لا أستطيع كما سبق وتكلم، والآن أستطيع من اليوم الثالث أستطيع أن أقوم وأمشي من حالي دون خوف أو تردد، والحمد لله درجات درجات كما يقول الدكتور. معك 50% عملية ومعك التدريب وتناول الغذاء الصحي، فتكون كما كنت وأحسن شباب. اللهم لك الحمد. لا يسعني إلا أن أشكر كادر المستشفى وإدارتهم وخدماتهم، وكما أود أن ألقي تحياتي واحترامي لأخي العزيز الغالي محمد شاهد الذي قام بالترجمة وتنسيق مع المستشفى. حفظكم الله جميعا ولا أراكم أي مكروه. كما أود أن أشكر من أعماق قلبي الدكتور نيشانت الذي قام بواجب العملية، والحمد لله وشكر الله، ولكم مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله. كما في ملاحظة أن أقولها، أن أرى يعني أنصح كل من يعاني من هذه الانزلاقات في العظام، فعليه الاتجاه إلى هذا المستشفى، إنه مستشفى راقي ويقدم خدمات رائعة جدا، وخدمات